أمينة منير المعروف بفيسبوك حر، تعرفون المغاربة مزيان. هذا الشاب يفوز بجائزة صناع الأمل بالإمارات العربية كمؤثر بمواقع التواصل الاجتماعي. على أي تتعرفوا بأنه في الإمارات العربية تدار واحد المسابقة جائزة لتكريم المؤثرين اللي عندهم محتوى إيجابي يصنع الأمل إلى آخره وينفع الناس. فكانوا عدد المتوجين كثار، منهم واحد العراقية يلي فازت بالجائزة الأولى، فتاة مؤثرة عراقية يلي فازت بالجائزة الكبرى لبغي تقول الجائزة الأولى. وبين هاد الربعة أظن أربعة اللي فازوا معهم المغربي فيسبوك حر أو أمين أمنير اللي شرف المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنتكلمش على أي مؤثر، نشوفوا الفيديو الرجع. نتائج التصويت أصبحت لدينا الآن والترقب على أشده. يا ترى من هو صانع الأمل العربي للعام 2024؟ تالا الخليل من العراق. ألف مبروك لتالا الخليل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، فإن جميع المرشحين للقب سيحصلون على نفس الجائزة، جائزة المركز الأول. ألف مبروك للجميع. جميل هذا تشريف لمنير وتشريف للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن المؤثر الذي يؤثر إيجابا، الذي يؤثر بما ينفع الناس، أما لك تغدي تدير تأثير تنزلنا للدرك الأسفل، إليك أنت غدي تدير تأثير تحط وجهنا كمغاربة في الوحل يعني في الغيس. أخويا راه بلاستيك الحبس، بلاستيك الحبس. وللأسف بعض المؤثرين وبعض المؤثرات من أجل المال، من أجل المال لا تهمهم كرامتهم وكرامة المغاربة. للأسف الشديد، للأسف الشديد، حتى أننا عشنا وشفنا مؤثرين تديروا فيديوهات في مرحاض من أجل الفلوس، غير مقبول الأمر. عشنا وشفنا مؤثرين مؤثرات تيشطحوا، مالو ما كاين حتى حاجة، ما فيديو لايف محزمين تيشطحوا بواحد الطريقة كلها كلها إيحاءات جنسية خطيرة من أجل المال، من أجل المال. والأكثر من ذلك شفنا مؤثر مؤثرة مجوجين ومحزم مرتو، وأسسمي على الطريقة ديال الكلام، محزم مرتو تتشطح في لايف في تيك توك مرتو. ما يمكنش، ما يمكنش يا أخي. ولو ذرة رجولة، ذرة ماشي الرجولة كاملة، ذرة 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 ديال الرجولة ما تسمحش أن مرتك تحزمها وتشطح في اللايف في تيك توك أمام العالم. أفيك أدرة، ما نهضرش على الرجولة كاملة، بزاف رجولة أدرة. للأسف شتان بين هذا الشاب الطموح الذي شرفنا وبين من يمرغ وجوهنا في الوحل. وهذا خاد في حقهم إجراءات قانونية صارمة. هذا المغرب عنده تاريخ، هذا المغرب عنده تاريخ، عنده أعراف، عنده تقاليد اللي دامت آلاف السنين. راه المغرب عنده 1300 سنة وما يزيد ديال الحضارة، ديال التمدن، 1300 سنة. تجي انت ولا انت، وأعني هذا أو هذه، لا أعني كل المؤثرين، ها المؤثرين اللي تشرفونا، انت ولا انت دير لايف في طواليط ولا تشطح مرتك ولا انت تشطحي وإيحاءات جنسية إلى آخره من أجل الفلوس، غريب الأمر. راه 1300 ديال الحضارة، راه 1300 ديال التعقل، راه 1300 ديال المعرفة، راه 1300 سنة ديال العلم، راه 1300 سنة ديال الأخلاق والقيم، راه 1300 سنة ديال 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 الأسرة القوية المبنية على القيم والأخلاق والاحترام والتقدير. عباد الله راه ما يمكنش هذا الشيء يستمر، راه ما يمكنش يا دولة، راه ما يمكنش يستمر. ما تشوفوش بأن حضارتنا وما تشوفوش تاريخنا يمزق
ويقطع إربا إربا في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض مريض النفوس ونتفرج. يجب أن تتحرك الآلة القانونية. ما يمكنش لايف من طواليت على قبل الفلوس في تيك توك. مغربية دير لك ماير واحد المغربية، ماشي مغربية على أساس المغربيات كلهم، لا، مغربيات فيهم منا وفيهم مرتنا وفيهم خواتاتنا. لا، هذيك المغربية ولا دوك الجوج ولا اللي ولا روتيني اليومي وأشياء كثيرة راكم عارفينها، نبقى ندوي أنا تيفقصني هادشي. واش واحد محزم مرتو تتشطح في تيك توك العالم وشطيع فيها حاجة جنسية خطيرة؟ شنو؟ اللي تيشوف يسحب الأسرة المغربية يادي منفكة بهذه الطريقة، منعدمة الأخلاق بهذه الطريقة. دابا اللي شاف الفيديو يقول شو الأسرة المغربية كيديرة؟ ها هي الأسرة المغربية. آية عليك الأمر ولا يجب أن يستمر الأمر.